اي مدى مساله انه اكيد حضرتك متابع يعني على السنه الجديده، يعني بتظهر بقى التوقعات الخاصه بكل برج والناس بتبتدي تشوف البرج بيقول لي ايه في السنه الجديده، هل ده ممكن ياثر على صحتي النفسيه او على يعني مدى صحه قراراتي خلال السنه؟ طبعا ده هيأثر بشكل كبير، خصوصا انه في ناس زي ما حضرتك قلتي كده بتصدق جدا في موضوع الابراج وبتتفائل وبتتشائم وبتبني حياتها بناء على المستقبل بتاعها او الطالع بتاعها بيقولوا ايه، وده جزء سلبي جدا في الموضوع، لانه لو الطالع بتاعه قال له انه انت السنه دي هتخسر فهو مش هيخش اي مشروع السنه دي ومش هيعمل اي حاجه ويفضل قاعد في البيت بناء على المكتوب. حتى لو قرر انه يدخل مشروع هو هيخسره، لانه هو سيستم عقله الباطن على الخساره، يعني هو خلاص بما انه عرف ان هو خسران فعقله الباطن بقى بيترجم اي موقف يخشه ان هو هيخسر السنه دي. ففعلا بيخسر، بيعمل كل الاخطاء اللي تخليه يخسر، ولو البرج بتاعه قال له انت هتكسب فبيعمل كل حاجه عشان يكسب ففعلا بيكسب، فيأكد لنفسه فكره ان البرج بيقول كلام ايه حقيقي. الحقيقه مش البرج بيقول كلام حقيقي، ولكن انا اللي خدت انطباع من الكلام اللي اتقال على البرج وبقى بيأثر فيا بشكل كبير جدا. ده جزء من ليه علاقه بمعرفه الغيب. وطبعا يعني لو هتساليني هقول لك انه المفروض علم الغيب ده عند ربنا بس، فما فيش حاجه اسمها الطالع بتاعي والسنه الجايه هيحصل ايه والكوارث اللي هتواجه العالم السنه الجايه ايه. طب انا هقول ربنا لك بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد. اكيد اكيد بكل تاكيد، بس هي مساله انه الناس عندها خوف كبير من المستقبل طول الوقت، كلنا بدرجه مختلفه عندنا الخوف ده، فبنروح، انا مش بروح بس انا بقيت اشوف انه الناس بتروح تشوف الطالع، بقت حاجه منتشره شويه الايام الاخيره بطريقه تخض الصراحه، مش بس انا بشوف برجي في الابلكيشن بيقول ايه ولا في الجورنال بيقول ايه، لا ده انا بروح لعرافات ودجالين يشوفوا الطالع. طيب هو ده طبعا بيروج للسينما الامريكيه وبعض الافلام في السينما المصريه انه دي حاجه ليها معنى وليها تاثير، ولكن في الحقيقه ده طبعا كلام فارغ. هو لما بيروح بيشوف الطالع هو في الاخر الطالع ده اكيد 100% مش حقيقي، وحتى لو صدف، عشان كده بيقولوا كذب المنجمون ولو صدفوا، حتى لو صدف انه طلع حقيقي فدي صدفه بحته ولكن مش مقصود بيها اي حاجه تانية. ده بالنسبه لفكره ان احنا نروح نشوف الطالع، ده غيب والغيب علمه عند ربنا، ولو جت مره صدفه مع حد فهي مش معناها ان كل مره هتيجي، ولكن ده انا عقلي الباطن هو اللي بيوجهني ان انا اخسر لانه هو قال هتخسر. زي مثلا انت مخطوبه ورحتي للعرافه وقالت لك انت السنه دي هتسيبي خطيبك، انت بقى مزروع في عقلك الباطن بعد الجمله دي ان انت هتسيبي خطيبك، فهتعملي كل حاجه في يعني السنه دي. يعني الانسان عقله بينساق ورا الفكره دي نفسها، عقله الباطن بالظبط كده، هتعملي كل حاجه في السنه دي عشان تطفشي خطيبك وتقولي شفت ما البرج قال ان انا فعلا هسيب خطيبي، انا سبته، يبقى البرج الكلام بتاعه ايه؟ طب معلش كلام صادق. نقف نفهم الناس الفرق ما بين عقل الباطن وعقل الواعي واي فيهم اللي بيحرك. طيب هو العقل الواعي ده اللي هو اللي انا بكلمك بيه دلوقتي، اللي هو الجزء اللي بنسميه تلت الهرم. فرويد لما اتكلم عن العقل الواعي والعقل الباطن قال انه هو زي الايسبرج اللي هو الجبل الجليدي، الجبل الجليدي بتبقى قمته باينه والقاع بتاعه مش باين، القمه بتاعته بتمثل تلت بس والقاع بيمثل التلتين. فالعقل الباطن ده اللي فيه الذكريات وفيه كل التفاصيل اللي عدت علينا في حياتنا اللي ما سابتش اثر في العقل الواعي. والعقل الباطن بيحركنا في اوقات كتيره جدا، تمام، غصب عننا، احنا ما بنشوفوش ولكن بنحس باثره. ازاي؟ زي بالظبط كده لما بنقول قصه فيلم تايتانيك، السفينه خبطت في الجبل الجليد، هو فعليا هم شافوا قمه الجبل وتفادوها لكن ما شافوش قاع الجبل، بس حسوا بايه؟ بالاثر بتاع الخبطه، وده اللي احنا بنحسه. تصرفاتنا مع كل تنبؤ وتوقع بنسمعه بيدخل في عقلنا الباطن، ونحس اثر عقلنا الباطن في التصرفات اللي بتحصل. فانا خسر نفسي خطيبي لان هي قالت لي خسري او انت هتخسري خطيبك السنه دي، فهلاقي نفسي بعمل تصرفات تطفشه واقول فعلا ده ايه، ده حصل وده حقيقي. الحاجة التانية الأبراج بتتكلم في حتة مهمة قوي اللي هو سمات الشخصية. أيوة. يقولك إنه دول مولودين، أنا ببص على البرج ألاقي الشخصية دي بتاعتي، الكلام ده يناسبني جدا. دي حاجة مشهورة قوي، صدق بقى. دي حاجة مشهورة قوي عندنا في الطب النفسي اسمها برنوم إفكت. برنوم ده كان أو تأثير برنوم، برنوم ده كان ساحر في القرن الكام 19، وبرنوم كان ساحر في امريكا، كان بيقول انه بيعرف الغيب وحاجات زي كده، واشتهر قوي في الحكايه دي. ازاي؟ بان هو كان بيقول للناس كلام فضفاض جدا. فكان يقول مثلا لحد انت هتقابل حد هتعجب بيه السنه دي. فطبيعي هيقابل حد هيعجب بيه. فالكلام هتقابل حب حياتك، الكلام عام جدا. يقول له انت السنه دي هتخسر، ممكن تسقط في امتحان، ممكن تسقط في شغلانه، ممكن تخسر فلوس،
طبيعي في سنه لازم هيبقى فيه خساره، فالناس تاخد الكلام وتطبقه على حياتها فيحصل كده.